السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي شعيب النجار، مدير عام عمليات الاتحاد في مطار أبوظبي الدولي، وسنتحدث اليوم عن رحلة الحقائب من المطار وصعود الطائرة إلى لحظة الوصول. ننصح جميع المسافرين بإتمام إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار، مما يجنبهم فترات الانتظار. تساعد آلية التدقيق الذاتية أو السيلف تشيكن على تسهيل وتسريع تجربة المسافر، حيث تستغرق أقل عن 90 ثانية. وهناك خيار آخر للضيوف عبر إتمام إجراءات السفر من المنزل قبل يوم من الإقلاع، ويمكن طلب هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني. نطلب من جميع الضيوف التأكد من كونهم معتمدين للسفر قبل الوصول إلى المطار لتسهيل الإجراءات. كما أود الإشارة إلى وجود مركز التخليص المسبق للوثائق الجمركية الأمريكية في مطار أبوظبي، وهو الأول في الشرق الأوسط الذي يسمح للضيوف بإتمام إجراءات دخولهم للولايات المتحدة من أبوظبي وتجنب طوابير الانتظار في المطار عند الوصول. بالنسبة إلى الأمتعة وأوزانها، يعتمد وزن الأمتعة على فئة التذاكر المختارة، وهذه الفئات موجودة على موقع الاتحاد للطيران، وحيث يمكن للمسافر التأكد من نوعية التذاكر قبل الوصول إلى المطار. كما ننوه بأن وزن الحقيبة الواحدة يجب ألا يتعدى 32 كيلو بصرف النظر عن فئة السفر. كما قام الطيران الاتحاد بتوفير خدمة الأمتعة اليدوية فقط للراغبين بالسفر خفافا. نوصي الضيوف إلى أهمية الانتباه لحجم ومقاسات الأمتعة التي يحملونها إلى المقصورة، لكي لا يضطروا في حال عدم مطابقتها لتركها كأمتعة مسجلة وقد تحتسب رسوم إضافية. عند وجود الأمتعة الزائدة، ننصح المسافرين بشراء الوزن الزائد عن طريق الموقع الإلكتروني، مما يمنحهم خصم. رجاء التأكد من عدم حمل المواد المحظورة في حقائب المسافرين، وإن وجدت عليه التبليغ قبل تسليم الأمتعة لتفادي المسائل القانونية والتأخير. تتشابه حقائب الركاب مع بعض، لذا ننصح الركاب بأخذ الحيطة والحذر عند استلام حقائبهم والتأكد من تطابق أرقام التسلسل للحقائب مع التذكرة. في حالة حدوث تأخير أو فقدان للأمتعة، على الراكب فالتبليغ قبل الخروج من المطار عند مكتب استعادة الأمتعة، حيث سيقوم الفريق بمتابعة الطلب وعليه سيقومون بتوصيل الحقائب إلى المنزل مباشرة. وفي النهاية إليكم بعض النصائح قبل السفر. يجب تغليف الأغراض القابلة للكسر تغليفا محكما. يجب عدم وضع الأغراض الثمينة في حقائب المسجلة وأخذها في حقيبة المقصورة إذا سمح بها. وننصح الجميع بالانضمام إلى برنامج ضيف الاتحاد للاستفادة من المزايا والفوائد الأخرى.